Oui, bien sûr, monsieur. Oui, monsieur. Ok, monsieur. Mais nous avons la première vision, mais nous avons cinq visions autres, ou quatre visions autres. Donc, je habite la vision de l'eau, mais je n'ai pas tout l'espace de cours. Je vais partager avec vous, ça déjà, je vais tenir mon tableau avec vous. C'est bon le partage? Oui, monsieur, je vais partager. C'est bon. Ben, je vais vous donner un اللي ما حضروش في السيونس اللي عملناها الجمعه اللي فاتت دونك انا اسمي وليد برهومي je suis maître de conférence en informatique à l'école nationale d'ingénieurs de Carthage. Je vais assurer le module machine learning. حكينا عليه المره الاخرى في الريونيون. دونك اللي هو في وسطه هذا ما تراهوش كامل الاسباس دو كور. هو في وسطه الموديول هذا في وسطه اللوسون الاولى اللي هو انتروديكسيون. هذا حطيته عندي برشا جو سيبوز شفتوه الكل. سيتي انتروديكسيون وداتا مايننج اللي هي في الاخر اش نحب نوصل بها معناها الانتروديكسيون هذه. نحب نقول لكم راهو في الداتا مايننج تم ce qu'on appelle l'analyse descriptive des données ou فما l'analyse prédictive des données. L'analyse descriptive, شنو معناها؟ اللي هو tout ce qui est classification non supervisée, معناها بالكمين, بالنيو ديناميك, classification hiérarchique, tout ce qui est réduction de nombre de features, كيما l'analyse composante principale, l'analyse factorielle de correspondance. اللي هما تشوفوهم توما في موديل عام جي. Déjà, انا j'assure le module, اللي هو اسمه داتا ماين. بون هي ديجا ديفو في في الكورسيس يعني حق نبداو بالديسكريبتيف قبل دونك الاناليز ديسكريبتيف اللي هو اللي دوني عندنا دي دوني اون فا ايسي دو ديكري لو كونتوني نتاعها ما عندناش دي دوني نو سون با ايتيكيتي شو معناها نو سون با ايتيكيتي ما عنديش انا كل كا شنو هي الديسيزيون نتاعها كي تبدا عندي كل كا شنو هي الديسيزيون نتاعها نوليو نحكيو على اناليز بريديكتيف شو معناها اناليز بريديكتيف ابارتير من لي دوني جيسي دو بريدير اش باش يجرى من بعد اللي هو البرانسيب نتاع ماشين ليرن. دونك هذه الانتروديكسيون اش حبيت نوري فيها وحطيت انا في وسطها ان بارتي اللي هي مهمه على الاخر الميثودولوجي كريس بي ام علاش مهمه على الاخر هذا توا توما العام الجاي كي باش تعملوا البي اف ام تاعكم اكثريتكم باش نقول 100% باش تعملوهم على تو سكي داتا ساينس خاطر لي بروجي موجودين برشا في الدومين هذاك بور جيري البي اف او باش تعمل مانجمنت نتاع البروجي نتاعك تو بي با يوتيليزي لي ميثود كلاسيك كيما السكروم ولا الميثود اوني غريغ وين ثم معناها ان ايتاب دو spécification et type de besoin, balik conception, balik réalisation, l'année est belle de vision jumelée. Andi dit donné, nous nous en a خرج منهم connaissance, man, nous nous en interprétation, باش نولي رام كيما رام لعب. Donc le projet entier, il est géré d'une manière différente. La méthode la plus utilisée de gestion des projets de data science est le CRISP-DM, ta IBM. Cela, man, le PDF il est très simple, donc nous sur les six étapes ta méthodologie elle. Maintenant, j'ai encore des questions à la leçon loul hada. تسمعوا فيا يا جماعه؟ اي نسمع فيك مسيو. عندكمش دي كيستيون شفتوه ساعه توما اللوسون هذا الاول ولا؟ انا مازلت ما شفتوش مسيو. باهي هذا معناها هذا برانسيبالمون في وسط اللوسون الاول معناها اللوسون الاول بور فو دير اهم هذا كان تحب نحلو جو كرو عندي نبو اوفرير لي سلايد رابيدمون تشوفوهم مع بعض. Donc, on va les voir d'une manière diagonale, mais je n'ai pas de mon cadre, le chapitre est là. Bon, là, l'introduction, je m'en ai data mine, pour dire que data mine est ici, il fait croisement, tu as plusieurs sens, tu as plusieurs sciences, plutôt, c'est mon. Ou bah, dit que, je qui fait le winning out, data mine d'une manière générale. Je ne sais pas le principe de data science. Je ne sais pas le data science, mais je ne sais pas l'informatique. Ce n'est pas la même chose. Data science, l'objectif, je ne sais pas. Les données brutes, عندك دي دوني بروت اللي ما عندهم حتى سونس كيفاش انت توصل تعمل دي تريتمون نيسيسير باش تولي تراهم وتفهمهم كيما يفهمهم العبد معناها لي دوني تحاول توصل بهم انت تردهم سكون ابيل دي كونسيبت معناها بالانجلي يقولوا دي كنولج ان كونيسونس نعطيك ان اكزومبل ناخذ ان اكزومبل امين مثلا قعد بكري هي تجاوب فيا دونك سي هكا امين من شغال به اي داكور نقول لكم امين اخذت 12 في الـ في الـ في الـ في المات Est-ce que Amel est une bonne étudiante ou elle est Je vais vous donner une data qui est notre note égale à 12. Est-ce que notre note est bien ou elle est Ça ne veut rien dire. On peut rien dire. On peut rien dire. Donc, elle est indiquée seulement date. Si vous avez une date, vous considérez que le comportement est d'autres données. Nous allons voir qu'on a une information. Je vais vous dire que Amel est 12 ou une note dans la classe est 13. Donc, elle est un petit comportement, puisque tu as une note dans la classe, un petit comportement est d'autres données. Donc, les niveaux, nous avons l'information. Je peux comprendre les règles ML a priori, moi aussi. La 4e, il y a 12 ou 13.
اذا كان نزيد اكثر معلومات نقول لكم راهو مثلا هي خذت 12 امال واحسن نوت 13 واخي بنوت 12 لهنا تولي عندي اكثر انتربريتاسيون تولي نحكي على كنولج على كوليسونس نفهم اللي راهو الكلاس نيفو نتاعو قريب لبعض اذا كان نحب انتربريتي اكثر نجم نقول دونك ابارامون نقلوا على بعضهم نجم وقتها نوصل حتى للنيفو ديسيزيون نقول انا سويت الدوني اللي عندي عملت لي انتربريتاسيون نيسيسير جي بري لا ديسيزيون انه اللي عس عليه ماشي عاود يعس عليه هو وي معناها هذا داتا ساينس انا من دوني اللي ما عندها حتى سونس وحده نحب نوصل بالكومبورتمون كوليكتيف ردها اون انفورماسيون وماذا بيا نعمل دي تريتمون دو هو نيفو باش نولي راها كوميتون كونيسونس بور بروندر بور بوفوار بروندر لا بون ديسيزيون هذا البرانسيب نتاع داتا ساينس دونك السلايد هذايا علاش حبيت نوصل معناها عندي دي دوني اللي ما عندهم حتى سونس وحدهم نحب نعمل دي انتربريتاسيون نيسيسير بيان سور ننظمهم بالكدا بالداتا وير هاوسينغ بعديك يجي لاناليز دوني اللي نحن اللي هو الكور دو ميتي نتاع الفورماسيون نتاعكم اللي يلفا انتربريتي لي دوني باش يفهمهم المحتوى نتاعهم باش ينجم بعديك يديسيدي بيهم معناها باش يوريو ان اوتي دو ديسيزيون بعديك نحكي في البريزونطاسيون هذه على دي دومين دابليكاسيون معناها لهنا tout simplement pour vous dire là le data mining ou le machine learning en particulier elle est omniprésente dans tous les domaines de nos jours mais pratiquement tout et les domaines sont aussi data mining et par exemple l'expérience قبل في لي بي اف او في لي كولم تي كاين تلقى على البروموسيون كاين ان بي اف او 2 في وسط داتا ساينس تاول كلهم فما الكومبوزون تاع داتا ساينس خاطر سا سامبوز في الناس في لي دومين كل علاش سا سامبوز على خاطر لي دوني ولاو ديسپونيبل قبل ما كانوش ثم لي دوني ما كانوش اكسيسيبل فاسيلمون نعطيكم اكزومبل من اكثر لي سيبور دو دوني المهمين ليزيماج قبل شكون عنده كاميرا نيميريك تو الناس كون عندها دي سمارت فون دونك الناس كون عندها ليزيماج دونك الماس تاع ليزيماج كثر دونك في وسط لي دوني مهمين اللي لازمنا نانتربريتيهم بالصحيح باش نجمو اون برون لا بون ديسيزيون دونك لي دوني ولاو ديسپونيبل ولا ريزون ثاني علاش معناها داتا ساينس ولا تري دوموندي على خاطر لي كالكولاتور لي معناها لي بروسيسور ولاو قويين على الاخر دونك نجم الناس الكل عندنا دي ماكينات كلهم اللي يعملوا دي تريتمون تري رابيد اللي ما كانوش ممكن قبل اي اون بلوس حتى المشكله نتاع ستوكاج وين باش نستوكي لي دوني الكلاود حلها تو تستوكي عند اي بي ام تستوكي عند جوجل امورك واضحه عندك درايف لي دوني نتاعك بروتيجي وتنجم تاكسيدي لهم اوتوموم باهي بعديك لهنا السلايد اللي من بعد كنا نحكي فيهم على الميثود نتاع كريسب دي ام الكريسب دي ام اللي هي في وسطها ها هما لي زيتاب نتاعها الكل معناها يعني انا عندي بروبليم نتاع داتا ساينس نحب نعمل ليتود نتاعي كونفونابلمون جو دو باسي بار لي زيتاب دوم شنو هما لي زيتاب دوم اول ايتاب تسمعوا فيا قاعدين اي مشي نتبعوا فيك ونسمعوا فيك اول ايتاب نعملوها هي الكونيسونس دو ميتي نعطيكم اكزومبل تم اكزومبل ديجا اش نحكي باش نحكي عليه في الشابتر الجاي الاكزومبل سكون ابل سكون ابل كريدي سكورينغ معروف برشا في الدومين نتاع الفينتيك معناها اكزومبل تري انسيان مي تري بيداغوجيك شنو هو الاكزومبل هذا عندي ديك فما بانكا عندها ليستوريك نتاع لي كليون لي كليون القدوم نتاعها دونك اش معناها عندها ليستوريك عندها لي دوني عندها كل باسيون قلت كل باسيون كل كليون عندها عليه ان انصوم نتاع فيتشر قداش يدخل فلوس في الشهر قداش يصرف النيفو نتاع قرايته عنده كونيكسيون انترنت ولا عنده عليه ماكسيموم دو دوني دونك عندنا لي انديفيدو نتاعي هما لي كليون ولي فيتشر نتاعي هما اللي كنت نحكي عليهم توا دونك En plus, عندها على كل كليون سو سون دي زونسيان كليون لي كليون هذوما الكل عندها عليهم عطاتهم معناها خذاو قروض من عندها وتعرف اسكو خلصوها ولا ما خلصوهاش دونك اش عندي في الاخر لي كليون عندي عليهم دي فيتشر معلومات وكل كليون عندي لابيل نتاعو معناها عندي ديسيزيون نتاعو نعرف خلصني ولا دونك نحب انا من لي دوني هذوما نعمل ان ابليكاسيون انفورماتيك اللي كيجيني كليون جديد مش ابار اللي عندي مثلا اللي عندي في لي دوني نتاعي جاني كليون جديد نهار اخر ناخذ عليه لي ميم فيتشر اللي عملت بهم الجود نتاعي وباك السيستيم هذاك بالابليكاسيون انفورماتيك نولي نجم جو بو بريدير اسكو السيد باش يخلصني ولا دونك اللي مسيو بارتي ميديكال قدم وي مسيو سامحني هذه الكونيسونس ميتي معناتها كنا نعرف باغ اكزومبل الكليون تاع البنك كينو سولفابل ولا لا هذه لهنا مازلت ماهيش لي زيتاب لهنا نحكي على ليكزومبل خلينا نفهموا ليكزومبل عندي انا ديما نتاع دي كليون عندي عليهم برشا معلومات ويوم بلوس نعرفهم خلصوني ولا ما خلصونيش نحب انا نعمل ان ابليكاسيون انفورماتيك اللي ميت لي زيكزومبل من الباز هذيك القدم نتعلم كيفاش نعرف واحد باش يخلصني ولا اون فونكسيون ماكلي بالتجارب القدم اللي هو هذا البرانسيب نتاع الماشين ليرن دونك باش نعمل ابليكاسيون كيما هكا انا كانفورماتيسيان اول ايتاب نعملها لازمني نفهم الميتي شو معناها نفهم الميتي نقعد مع البنكاجي نقول لهم اجا فسروا لي توما
شو معناه شو معناه اليوم خلصتكم شو معناه ما خلصكمش والفيتشر اللي خليتوهم اللي مثلا حكيتهم بكري قلت مثلا قد شي دخل فلوس قد شي خرج عارف كيفاش اخترتوه هما مادام حطوهم الفيتشر هذوك معناه بالنسبه لهم هما في الميتي عندهم دخل عندهم علاقه بالسيد خلص ولا مثلا نعطيك اكزامبل في الفيتشر معناه كل اليوم الانفورماسيون اسكو هو مراه ولا راجل يكون با باش نلقاها موجوده في يوتيوب كيما هكا على خاطر البنك جاي يعرفوا العلاقه ما عندها حق معناها حكيت انه يخلص ولا ما عندها حتى علاقه هو راجل ولا امراه دونك نقعد معاهم باش نفهم ان كل فيتشر حطوه علاش اختاروه وهم اون جينيرال يختاروه فونكسيون من الميتي بالاكسبرتيز نتاعه دونك هنا فهمت الميتي وفهمت هما شنو يحبوا يعملوا باليوتيوب نتاعه ليتاب اللي من بعد لي دوني نفهمهم قداش نشوف انا الكليون اللي خذاهم قداش من كليون قد ما يكونوا اكثر قد ما اليوتيوب نتاعي باش يكون فيابل اكثر قد ما عندي اكثر دي دوني نجم نتعلم خير نشوفهم اسكو هما بالونسي ولا لي دوني نتاعي معناها اسكو مريقلين ولا قد اللي خلصوا قد اللي ما خلصوش يلزم باش السيستم نتاعي يتعلم بالكدا ماذا بيه يكون قد ثم اللي خلص قد اللي ما خلص دونك نفهم انا لي دوني اذا كان لقيت مشاكل نعمل ايتاب اللي من بعد اللي هي البريباراسيون دي دوني شنو معناها انا مثلا الباز نتاعي فيها 1000 كليون فك ال 1000 ثم 800 ما خلصوش و 200 خلصوا كان نمشي انا نابليكي لي زالغوريتم اللي موجودين نلقى الالغوريتم تعلم كيفاش يطلع السيد اللي ما يخلصش انا مش يتعلم بالكدير كيفاش يطلع السيد اللي يخلص عليه على خاطر الاكزومبل اللي وريتهم له 80% منهم ما خلصوش دونك اي با با ديستينغي كوم لي فولي كلاس دونك ليديال اذا لي زيكزومبل اللي نعطيهم فيهم قد اللي خلصوا قد اللي ما خلصش باش يتعلم بالكدير دو ديستينغي دو ديسكريميني اونتر لي دو كلاس دونك هذاك علاش نمشي انا مثلا كانت عندي انا باس فيها 1000 يا اما نكبرها باش نردهم قد اللي خلص وقد اللي ما خلصوش والا ننقص منها باش نردها كويرون دونك هذه البريباراسيون دي دوني اون فوا عملنا البريباراسيون دي دوني سي بون هو معناها اصعب حاجات هما ثلاثه الاولى اذا كان وصلت عندي دي دوني حاضرين لي زالغوريتم موجودين باش نمشي نابليكي لي زالغوريتم اللي هما في سور ميزور على الكاديك هذاك لوبجيكتيف تاع الموديل باش نهار اخر انت اون فوا عندك لي دوني تقول توا سي بون لي دوني نتاعي نظفتهم حضرتهم باش لي بيان بريباري دونك يلزمني توا نطلع نستعمل لابون ميثود باش نتعلم بالكدا اسكو السيد يخلص ولا الموديل هذا يعلمكم كل كا معناها اون فونكسيون دي دوني انا هي الميثود اللي تمشي خير تختار الميثود نتاعك تمشي تعمل سكون ابل لا موديليزاسيون شنو معناها موديليزاسيون تمشي تابليكي الالغوريثم نتاعك على لي دوني هذوك تبدا يتعلم هو بالاكزومبل لين في الاخر يوصل يديفيني وحده ان موديل اللي يتعلم كيفاش يديسيدي دونك هذيك علاش تسمى موديليزاسيون une fois on a le modèle باش نمشي نابليكي ونعمل ليفاليسيون نشوفوا طياره ولا شنو معناها نابليكي نجربوا على ديكا اللي ما تعلمش منهم مش ليكا اللي عمل بهم لابرونتيساج لازم دوتر كا ونشوفوا تعلم بالكدا ولا ونعطي لي زينو نعطي ريزلتان تاعي نعرفش اذا كان موحد لي 5 كتاب ولا بونسوار مسيو مرحبا بك معك محمد امين الغميقي اموا بونك زيتونه مرحبا بك بالله قبل ما محمد قبل ما نعطيك الكلمه سامحني باش ما ننساهاش ليتاب الاخر ايفاليياسيون اي ديبلويمون فما اللي يقسمون على دوز ايتاب وحده ايفاليياسيون وحده وديبلويمون وحده ديبلويمون معناها كيفاش نستعملها بالحق في بانكا بعد ما نعمل ايفاليياسيون نلقاها بريسيز بالكدا تعطيني 98% بريديكسيون كيفاش نستلها وندخلها في الورك فلو نتاع البنك هذيك اش معناها ديبلويمون تفضل محمد اكزاكتومون انا حبيت يعطيك الصحه استاذ قال لي قلت ك براتيك على الاخر ديجا قاعدين نخدموا فيه نحن توا اكطوالمون في الزيتونه يكون ان سيستيم دو لا ديسيزيون على خاطر نحن بار لا سويت بالسكور نتاع كل كليون اصلا معناها باش يوليو فما دي دوسي اللي ما عادش يتعداو على لاتر هيومان بور لا ديسيزيون ولا بور لو روجي وكيما قلت انت الفاز الاخرانيه ديبلوامون وليفالواسيون دونك بوتيتر حتى كي قلتهم حتى العكس نتاعهم صحيح زاد اي بيان سي ديبلويمون باش من بعد نوصلو بيه ليفالواسيون اكزاكتومون اما وقت ديبلويمون تعمل اون انتر اكزاكتومون كيفاش يعملوا محمد هو تو نشوفوه هذا من بعد في الموديول انا مثلا نرجع اكزومبل اللي كنت نحكي فيه تو انا عندي 1000 كليون عندي عليهم المعلومات اللازمين الكل نعرفهم خلصوني ولا اش نعمل انا اكل 1000 ناخذ مثلا نشترهم 500 نمشي نعمل بهم البروسيس كنت نحكي فيه تو الكل معناها ناخذهم هما كدي اكزومبل نتعلم منهم 500 تعلمت بالكدا ولا عندي الموديل حاضر نمشي نجربوا على 500 الباقيين اللي انا نعرف الكام تاعو شنو معناه 500 كليون ثانيين كل مره نعطي كليون للموديل نتاعي نقول له تراه كل شيء خلص ولا ونشوف الريبونس نتاعو اسكو هي الحقيقه وقتها نعمل لي فاليسيون على كش صار للثاني وي داكور اما ماذا بيه حتى بعديك تجرب على ديكاج دوب
خاطر يقول لك انت تعلمت على ديكا معينين تتعلم عليهم بالكدا، انا باش توريني اللي انت تعلمت بالكدا جرب على ديكا في بنك، في بنك اخرى ولا في بلاد اخرى باش توري بالحق السيستم تاعك اللي فيها. داكور صحيح صحيح عندك الحق. هذا الكل تو نجيو في معناها هو ديجا مع لافونتاج تاع الفورماسيون تاعكم فيها برشا دي موديول بون بعد ساعات هي فيها لانكونفونيون انهم ردوندون بعد ساعات تلقاو الحكايه يحكي لكم فيها خمسه سته وكل واحد يحكيها سامانيا سي بيان. اما معناها عندكم بليزيور موديل اللي لوجيكمون هذا الكل باش تشوفوه نورمالمون معناها بعد الفورماسيون نتاعكم بعد عامين هذوما الكل شي يروحوا لي زوتي دو باز نتاعكم اللي باش تنجموا تستعملوهم فاسيلمون. بين مسيو صوت قصه. الو انا شو اسمه فيك مسيو؟ قول لي قصيت الميكرو مسيو. اه سامحوني قصيت الميكرو، قصيت الميكرو فيقول يا خويا قصيت البارتاج زيد البارتاج قص البارتاج يمشي موجود البارتاج اه سي بون باه نرجعوا لل قصيت عليك وي وي في الباوربوينت قبيله فما ايتاب ما فهمتش بالكدا مسيو نرجعوا له سامحني. لا بالعكس هذاك بليزير في البريباراسيون دي دوني قلت لنا لازم يكونوا 50-50 باغ اكزومبل قد قد ما هو قد قد بالضبط معناه سكون ابل بالانسك بالانسمون دي دوني معناه لازم قد ما عندي خلص العباد اللي خلصوا قد اللي ما خلصوش باش نتعلم ديسكريميني كوم الفو مش مسيو نورمالمون كل ما نزيدوا دي دوني حتى كان مش كيف كيف حاجه معناه لازمنا حاجه باهيه ولا نو 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 سي با فري وي نو اوغ ويل ثم كلمة يستعملوها برشا جماعة الداتا ساينس سكون ابل تسمى كيرس اوف ديمونسيوناليتي بالفرنسية تجي لا ماليديكسيون دو لا ديمونسيوناليتي لعنة لي دوني. لي دوني كيكثروا برشا 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 راه مش ديما بخير ينجم يكثروا برشا 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 الموديل ما عادش ينجم يتعلم بالكدا. فهمتك واضح واضح هذاك علاش يجرى سكون ابل اوفر فيتينغ لو سور ابرونتيساج. واضح واضح دونك واضح البريباراسيون دي دوني راهو البريباراسيون دو دوني ما فيهاش الا البالانس اللي كنا نحكيو فيه توا معناها قد اللي خلص وقد اللي ما خلصوش. مثلا انا تلقى فما ديليني دي كليون اللي عندك عليه معلومه ناقصه اسكو تنحيه الكليون هذاك والا المعلومه الناقصه تحاول تطلعها وحدك اللي هي تسمى لا ريغريسيون. نحن ديجا عندنا شابيتر كامل اسمه ريغريسيون اللي هو يعاون في حكايه كيما هكا مثلا. تسمعوا فيا؟ وي مش انا ونحن في اغلبيه الحالات كي تبدا موجوده المعلومه الناقصه نحن نسعاو باش نلقاوها المعلومه الناقصه اكزاكتومون باش فما دي زوتي اللي مثلا يبدا مثلا في اكزومبل في لي كليون نتاعي عندي كليون ناقص الشون تاع مثلا ناقص الشون تاع قداش يصرف قداش يصرف في الشهر فما اللي يقول لك الكليون نحيه والسلام عليك اذا كان لي دوني عندي برشا نجم نحيه وانا مرتاح وفما اللي يقول لك نو اكل المعلومه اللي ناقصه نحاول نطلعها واحد يوم فونكسيون من الاخرين اذا كان لقيت الناس الكل يصرف اشتر شهريته دونك حتى هو لوجيك ممكن يصرف اشتر شهريته هذه تسمى لا ريغريسيون تو نجيوها بها عندنا شابيتر كامل عليه داكوردو واضح مسيو واضح باهي نكملوا لي سلايد هذوما دونك لهنا قاعد نحكي على لي زيكزومبل قاعد خديت ان اكزومبل اللي هو نتاع باش نعرفوا معناها باش نعرف السيد هذا كيما شاب الاكزومبل اللي كنت نحكي فيه تو باش يخلص الفاتوره نتاعو ولا تاع التليفون تيليكوم تحب تعمل ايتيود تاخذ الباز نتاع القديمه نتاعها نتاع العباد اللي خلصوا بالفورفي وتعمل ايتيود نتاعها دونك باش تعمل ايتاب اللي كنا نحكي فيهم توا ولهنا ليكزومبل اللي تري ديتاي دونك لهنا اكزومبل في وسط ليتاب الكل وديجا حتى في الاكتيفيتي عطي اكزومبل اخر داكوردو وي مسيو هذا السلايد اللي حكيت لكم عليه بكري معناها في الداتا ساينس لي تكنيك الموجودين ثم نوعين تاع لي تكنيك ثم سكون ابل لي ميثود لي تكنيك ديسكريبتيف ولي تكنيك بريدكتيف مثلا اي بي ام عندها دو سيرتيفيكاسيون واحده اسمها بريدكتيف اناليسيس والاخرى اسمها ديسكريبتيف الفرق شنو بيناتهم الديسكريبتيف اللي قلنا باش نشوفوه في موديول اخر اللي نصور راكم شفتوهم اللي الميثود اللي نحكي لكم عليهم عندك دي دوني من غير لابيل شنو معنى عندي دوني كي نرجع ليكزومبل نتاعي عندي لي كليون نتاع البنك وعندي الفيتشر نتاعها اما ما نعرفش خلصوا ولا ما خلصوش الانفورماسيون هذيك اللابيل الحقيقه نتاعو سكون ابيل لا فيريتي تيران ما عنديش نحاول انا لي دوني هذوك نعمل لهم دي زاناليز باش نفهم دي كومبورتمون مثلا انا نلقى نجم نعمل ان كلاسيفيكاسيون اللي تخليني نفيق راهو لي كليون اللي عندي في البنك نجم نقسمهم اون 5 جروب اون 5 سيجمون باك لي فيتشر هذوك معلومه مهمه على الاخر باش نعرف كي يجيني كليون من الاول نقول السيد هذا
لي فيتشر نتاعو يجيو نتاع الكلاس هذا نتاع الجروب هذا. الجروب هذا عنده كومبورتمون معينه اللي هما مثلا يكونسلتيو برشا يدخلوا برشا الكونت نتاعهم على الانترنت. دونك كل السيد هذا ما دام الى بارتيال الكلاس هذا دونك يل فا افوار لو ميم كومبورتمون دونك باش يدخل يكونسلتي برشا الكونت نتاعو على الانترنت نبعث له من نهار الاول لي انفورماسيون تاع الكونت واحد. بار كونتر جروب اخر اللي ما يكونسلتيوش ناخذ وقتي في عقلي ولا ما نبعثلوش جمله ما نخسرش عليه معناها فلوس نتاع لونفوا ولا سي دي سويت. دونك تو سامبلومون عندي دي دوني اون فا لي اناليزي حسب الموجود اون فا لي ديكريف هذاك اسم انا تكنيك ديسكريبتيف. كيما شكون كيما الكلاسيفيكاسيون الكلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي معناها خاطر ثم الكلاسيفيكاسيون سوبرفيزي اللي هو لي باسيون لي كليون عندي الفيتشر نتاعهم وعندي الكلاس نتاعو خلص ولا ما خلصش. اما في الكا اللي ما عنديش الكلاس نتاعو وقتها تولي ديسكريبتيف نسميوها classification non supervisée. نلقاو مثلا توسكي ACP analyse de composant principal اللي هو الوبجيكتيف نتاعو كيفاش ننقص فك النمبر نتاع الفيتشر. انا كان عندي على كل كليون 50 فيتشر نحب نردهم خمسه برك باش تربحني الوقت وسيرتو كي نقص من نمبر دي فيتشر نجم نعمل فيزواليزاسيون نتاع لي دوني نتاعي. شنو معناه انا مثلا عندي 1000 كليون وعندي على كل واحد 50 معلومه ما نجمش نعمل البلوت نتاع نعمل افيشاج نتاع النياج نتاع الكليون نتاعي على الاورديناتور على خاطر على الاورديناتور نجم نصور او ماكسيموم 3 اكس. دونك يلزمني النومبر داتريبيو اللي هو كان 50 كان عندي 50 معلومه على كل واحد فيهم نخلي كذا برك هكا كذا ما نحبش نختارهم برمي ال 50 خاطر ال 50 الكل مهمين. دونك نعمل لا سي بي باش ال 50 نخلطهم مع بعضهم ونريبريزونتيهم كذا برك. دونك هذا سكون ابل لا سي بي. شفتوه هذا في موديول اخر؟ لا ما شفناش. باهي فهمتوه شنو برانسيبو لا سي بي؟ عندنا موديول كامل انا حبيت نقول لكم فما سكون ابل لي تكنيك ديسكريبتيف اللي هما عندي دي دوني من غير ما عندي لابيل نتاعهم من غير ما عندي السيفل معناها شنو الكلاس نتاعو نحاول جو ديكلي لو كونتوني. في البريديكتيف عندي مع كل كليون عندي سيفل السيفل معناها الكلاس نتاعو اللابيل نتاعو خلص ولا ما خلصش. دونك نحب انا نتعلم ماك لي زيكزومبل القدام كيفاش جو بو بريدير معناها كيفاش نعرف كي يجيني كليون جديد ماك لي زيكزومبل القدام تعلمت منهم بالكدا نولي نجم نعرف شنو السيفل نتاعو نجم نطلع شنو الكلاس نتاعو. في الموديول هذا اون فوا فوار لي تكنيك بريديكتيف. باهي دونك كيما كنت نحكي تو في لي ميثود ديسكريبتيف فما سكون ابل لا سي بي اناليز دو كومبوزون برينسيبال اللي كنت نحكي عليه تو اللي هو ينقص لي في النومبر نتاع لي فيتشر من غير ما نخسر برشا معلومات. قد انت كيش نقص النومبر دي فيتشر باش تخسر باللا سي بي ما تخسرش برشا تخسر حكايه فارغه. فما لي ميثود دو كلاسيفيكاسيون كيما الكا مينز والكلاسيفيكاسيون ايراشي. دونك هذا الكل كنا نشوفوهم في الموديول نتاع الداتا مايننج اللي هو العام الجاي. وفما لي ميثود بريدكتيف يشوفوهم السنة اللي هما لارفو دو ديسيزيون l'analyse discriminante, la régression linéaire et les réseaux de neurones. Logistique, on ne l'a pas vu, mais on l'a vu en train de faire. Mais on l'a vu, c'est très utilisé dans la pratique. Donc, c'est ce que j'ai dit. Sauf que là, je regroupe les techniques par des ensembles, les fameuses méthodes de prédiction, les fameuses de classification, les fameuses de discrimination. Le machine learning, je parle de machine learning, en français, il y a l'apprentissage automatique. C'est qui fait que l'ordinateur il n'est jamais allé moi. Déjà, dans le chapitre, l'on a qu'à l'église. Dans le chapitre, l'on a qu'à l'apprentissage automatique. Je vais essayer de simplifier les choses. Je vous coupe le mail. Tu as ma fille, c'est ça, je vais vous donner une chance. Oui, mais je vais vous donner une chance. Le machine learning, on a qu'à le système expert. Je vais vous le système expert. Et tu es informaticien, tu écris le code. Maintenant, je vais vous donner un exemple. نحب نعمل ان الجوريثم il peut distinguer قطوس حاشاكم من الكلب من الفار. دونك لهنا سي ان بروبليم دو كلاسيفيكاسيون. عندي 3 كلاس قطوس فار وكلب. نحب نعمل ان الجوريثم اللي كي نعطيه تصويره ايماج نتاع واحد فيهم يطلع لي يقول لي هذا شنو الكلاس نتاعو. دونك عندي 3 كلاس لابيل نتاعي هما شيان شا سوري. بلي سيستم اكسبيرت كانوا يعمل انت انا كانفورماتيسيان نكتب الكود نجي نقول له الكود اذا كانوا فورمته كيما هكا وعنده زوز وذني وطويل وبعاد على راسه وعنده بعبوس راهو قطوس. سينو اذا كان هكا وهكا وهكا انا نكتب لي راجل. واضح اش قاعد نحكي ولا؟ اي واضح. دونك نكمل نكتب الكود اش نمشي نعمل في الاكزيكسيون؟ نعطي ايماج معناها نعطي دوني انبوت معناها نعطي انبوت اللي هي ايماج
نعطيه الكود نتاعي يمشي هو يكزيكيتي الكود على كليماج هذيك على دوني هذوك ويخرج لي الاوتبوت يقول لي السيد هذا شنو الكلاس نتاعو قطوس كلب فار واضح. المشكله في السيستم اللي كيما هكا كي توريه كا ما حكيتوش عليها في الريغ للداخل ما يطلعهاش. دونك لهنا ثم مشكله نتاع جينيراليزاسيون معناها كي تعطيه كا ما حكيتوش عليها الفك لي سي الور سي الور ما نجمش يطلعها. بعديك جات النوسيون تاع الماشين ليرن اش ولينا نعمل في الماشين ليرن في بلاصه انا كان ما اش كنت كنا نعمل نقبل انا انفورماتيسيان نكتب الكود ونعطي للابليكاسيون تاعي نعطيها الابليكاسيون نعطيها انبوت اللي هو ايماج نعطيها الكود نتاعي تمشي تيكزيكيوتي تخرج لي اوتبوت. في الماشين ليرنينغ ولات العكس اش نعمل الابليكاسيون نعطيها الانبوت ونعطيها الاوتبوت وهي تطلع لي وحدها الكود. شنو معناه نجي للماشين نتاعي نقول له نوريها تصوير نقول لها هذا راهو كلب هذا راهو قطوس هذا راهو فار نعطي فيه في برشا ديزيكزومبل يبدا هو ماك ليزيكزومبل وحده يطلع في الريغ يقول به هذا قال لي كلب هاو لابارونس نتاعو هكا دونك ابارامون كلب لابارونس نتاعو هكا قد ما نزيدو ديزيكزومبل قد ما هو يبدا اكل الريغ يبدا يطلع فيها وحده يبدا يرفيني فيها دونك بعد قد ما نوري ديزيكزومبل قد ما يتعلم خير اون فوا كمل نولي انا كي نعطي اكزومبل جديد ينجم يطلعو خاطر تعلم كيفاش يديسيدي وحده واضح ولا دونك معناها في الماشين ليرنينغ اش نعطي اون انتري نعطي انبوت واوتبوت نعطي معناها في الكام تاع الكليون نقول له اخزر صالح هاهم لي فيتشر نتاعو وراهو خلص الكلاس نتاعو يمشي هو يعمل ان بريمير ريغ نوري اكزومبل اخر محمد هاهم لي فيتشر نتاعو وراهو خلص يبدا يرفيني هو فك ريغ دو ديسيزيون قد ما نوري اكزومبل قد ما يرفيني لي ريغ نتاعو في الاخر يولي يتعلم وحده يولي يعمل c'est ce qu'on appelle un modèle qui permet de dire en fonction de les fichiers d'adou les natures en entrée pour chaque client il est il prédit est-ce que je suis ou pas mais je suis voilà voilà donc c'est le principe de la machine learning et les autres sont formés 4 nuits de la machine learning bon c'est le deep learning je dis il y a un supervised learning non supervisé il y a une analyse descriptive je m'en ai non supervisé un des clients ou un عندي عليهم لي فيتش ما نعرفش خلص ولا وحده يتعلم اما ينجم مش باش يطلع بالكدا بعديك ولا ثم لا سوبرفيزي دونك الاولاني هو لا سوبرفيزي سوبرفيزي معناها نعطيه كل كليون شنو الكلاس نتاعو خلص ولا لا وفما بار رونفورسمون اللي هو سكون ابل واحد يتعلم من غلط معناها يقعد ديما يتعلم السيستم ديما معناها حتى كي هو يستيم يقول راهو باش يخلص ويطلع ما خلصش الكلام هذاك يتعلم به دونك يرونفورس معناها لهنا reinforcement learning c'est ce qu'on appelle كأنه معناه تعلم مدى الحياة معناه ديما يقعد يتعلم الكود نتاعك وفما لو ديب ليرنينغ اللي هي ريفولوسيون كبيرة في الداتا ساينس الديب ليرنينغ اللي هو شنو وقتاش نحكيو على الديب ليرنينغ إذا كان عندي باز كبيرة على الأخر نستعملوا لي روزو نورون نورون نتورك اللي هما يخليوه يولي يتعلم بالكدا بالكدا شنو معناها يتعلم بالكدا بالكدا معناها قبل ما يظهر الديب ليرنينغ كانوا لي زابليكاسيون الطو دو ريوسيت نتاعهم ce qu'on appelle l'accuracy la précision كان 90% ماكسيموم شنو معناها 90% معناها كي ناخذ ليكزومبل تاع لي كليون خلص ولا ما خلصش بعد ما نعمل لابرونتيساج معناها بعد ما الابليكاسيون تاعي تتعلم كي نجربها على باز جديده على 100 كا طلع لي 90 كا صحيح فما 10% تغلط فيهم معناها تقول لي راهو باش يخلص قالوا هو ما يخلصش ولا العكس دونك بالديب ليرن نقول لي نحكي على 99% معناها لي ريزو نورون الى ريف اسيمولي le comportement humain علاش اسمهم لي زودون خاطر يخمو كيما يخمم العبد انصومبل دو العبد كيفاش يعمل هو العبد عنده ان انصومبل دو سنسور معناها دي كابتور اللي هما عيني وخشم وودن و و و يكابتيو له في برشا دي دوني وبعديك المخ باللي نورون نتاعو ياناليزي لي دوني دوك الكل ويخو ويديسيد دونك سي لو ميم برينسيپ قد ما يرى ديكا العبد في حياته قد ما تولي عنده اكسبيريونس قد ما يولي يديسيدي بالصحيح دونك هذيك علاش الديب ليرن قاعد يوصل ل 98% قاعد يوصل للديتو كبار على الاخر مي المشكله شنو هو ديما باش تجي تعمل ديب ليرنينغ لازم عندك باز كبيره والباز الكبيره لازم عندك باز كبيره نتاع دي كليون وعندك عليهم لي فيتشر لازمين اون بلوس تعرف خلص ولا ما خلصش لي دوني اللي كيما هكا سكون ابي لي دوني لابيليزي شنو معناها لابيليزي معناها مع كل كليون عندي لابيل نتاعو معناها يخلص ولا ما خلصش ماهيش ديما موجوده تبدأ موجودة اون بو فير لو ماشين ليرن اذا كان ماشي موجودة ما نجمش نعملو الماشين ليرن هذاك علاش يا جماعة توا يحكيو يقولوا داتا از باور اللي عنده لي دوني يحكم في العالم خاطر اذا كان اللي عنده لي دوني لابيليزي يل بو فير دي موديل كي بوف بريدير اش باش يجرى بعد 10 سنين وهذوك مش قاعدين يعملوا لي بيرو لي
لي بيرو دو كونسلتينغ اللي يخدموا على السونداج مثلا يجي يقول لك تونس البي بي نتاعها في 2030 باش يولي 7.5 كيفاش طلعوه في 2030 خاطر عندهم باز قديمه نتاع اش كيفاش قاعد ايفولو البي بي في تونس اون فونكسيون من بليزور بارامتر يولي عندهم دي موديل كي بيرميت دو بريدير اما قد ما عنده انصومبل كبير تاع لي دوني لابيليزي قد ما نيش نتعلم خير وكيما قلنا ماهوش الناس الكل عندهم لي دوني لابيليزي معناها كيما بلاد كيما تونس اون جامي بونسي ا فير لو باك اب تاع لي دوني نتاعنا عاش ليكزومبل ديما ناخذ في الكلاس المغرب علاش تطوروا في السياحه ماهوش خاطر حسنوا السيرفيس كاليتي دو سيرفيس حتى نحنا حسنا الكاليتي دو سيرفيس اما خاطر هما خدموا برشا على لي دوني اي توريست يدخل المغرب قبل ما يدخل يعمل له كيستيونير اش تستنى من الفيزيت نتاعك وكي يجي خارج شنو اللي يعجبك شنو اللي ما يعجبكش يبدا عندهم لي دوني هذوما على لي كليون كل il peut prédire le comportement تاع لي كليون باش ينجم يعرف على الاخر انا هما البلايص اللي فيزيهم يفهم الفيزيت نتاعو اللي راه اكثر لي كليون يجيو من قريه معينه في بلجيك دونك معناها يحط الباكي على القريه هذيك مثلا فما دي كليون فهم اللي هما راهم اللي هما مثلا راهم فيجيتاريان يولي حتى كي يبعث له بيبيسيتي يبعث له حاجه اللي تجبدوا باش يجي المغرب ما يبداش هو فيجيتاريان يبعث له صحن مشوي فهمتوني شنو نقصد معناها قد ما عندك دي دوني لابيليزي قد ما لي سيستيم نتاعك باش يكونوا بيرفورمون مي il faut avoir les données هذوما واضح مسيو واضح وديجا نشوفوا راهي على الشيء الانترناسيونال اللي صاير بين امريكا والصين وعلى على لي دوني يتعاركوا على لي دوني اكزاكتومون خاطر اللي عنده الانفورماسيون هو القوي تو انا قلت لك داتا از باور اللي عنده لي دوني هو اللي باش يحكم العالم قبل كان اللي يحكم العالم هو اللي عنده الصناعه اقوى الناس كلها اللي عندها الصناعه بعديك هو اللي عنده سلاح اكثر الناس كلها اللي عندها سلاح تو اللي عنده لي دوني هو اللي باش يحكم العالم معلومه يا جماعه اكثر خمسه دول عندهم لي دوني في العالم بيان سور امريكا امريكا خاطر عندها القفا عندها جوجل وابل وفيسبوك وامازون دونك ديكو عندها لو كومبورتمون تاع العالم الصين عندها علي بابا بريطانيا على خاطر بريطانيا عندهم الكولتور نتاع المخابرات وديما يخبيو لي دوني من اول الدنيا فرنسا سيتو على الافريقا فرنسا تعرف في افريكا اكثر من يعرفوا روح ديما موجوده ولي باس دوني عندهم وانسي دي سويت نعطيك اكزومبل انا نخدم على لي ستارت اب في البول مع البول تي دونك نور تاع كارتاج اول حاجه حبيت نعمل كارتوغرافي تاع لي ستارت اب اللي في تونس اللي نمشي له ما نلقاش عنده باس كامل خاطر ما ماهمش لي ستارت اب الكل يتعداو بالابي باغ اكزومبل كي مشيت لسفاره فرنسا نخدم معاهم لقيت عندهم باز اكثر من اللي عند لابي عندهم معناها الكوليكتي دوني دون مانيير منظم شكون الدوله الخامسه اللي عندها لي دوني بعد هذوما روسيا نو اسرائيل عندهم لي دوني عندهم معناها نورمال مش نورمال معناها عندهم لي دوني دون مانيير عندهم 30 سنه اللي في لي دوني واتيكيتي وميزاجور ولي درون وشيء دوخ بريف دونك سيلي كي على دوني يل فا دوميني لو موند هذا ليكزومبل كنت نحكي فيه بكري سوف كو لهنا بدو كلاس شيان وشا معلومه مهمه على الاخر بالله شوفوا تو نجيها من بعد معلومه ما ننساهاش تو نتعبيها ديريكتومون خنكمل لي دو سلايد هذوما دونك هذا اللي كنت نحكي فيه بكري Les méthodes descriptives ou l'apprentissage non supervisé, les données ne sont pas étiquetées, donc on fait de l'apprentissage non supervisé. On apprend le mouadi. On ne dit pas ce qu'il y a le cas, ce qu'il y a le résultat. Mais l'apprentissage non supervisé, il y a le machine learning, il y a le corps du métier dans le module R. C'est tout. C'est tout. C'est bon, on fait mes souhaits, je m'en. يعطيك صحه مسيو كليرينيت بالنسبه لي باه اخذ توما ابارامون مادام ما شفتوش الشابتر 1 دونك ما شفتوش الشابتر لو 102 دونك نعمل لكم الانترودكسيون تاع لو 102 اللي هي عندها علاقه باللي كنت نحكي فيه نخليكم تشوفوا لو 102 اللي هو مهم على الاخر وعاطي ان اكزومبل تري ديتاي في وسط والمره في الفيزيو الجاي نصلحوه مع بعضنا باه اما مسيو سامحني قصيت عليك مسيو خاطر الماتيغ هذه جديده و الي تري امبورطونت ماشين ليرنينغ معناتها سي ماتيغ تري تري امبورطونت انا واحده من الناس نحكي على روحي انا اعوذ بالله من كلمه انا حبيت نشوفها معاك الماتيغ قبل تحكي لنا معناتها عليها ومن بعد نزيد نقرا الكور معناتها هذاك باش نعمل اليوم باش نقعد نحكي لكم على الماتيغ الماتيغ الكل ديجا جي كومبري سا باه اخذك اللي عملته تو هو سيتي انتروديكسيون دونك نرجع لها دونك اللي كنا نحكي فيه توا نحكي فيه من بكري اللي هو لوسون 1 انتروداكسيون داتا ماين بعديك لوسون 2
اللي هو ديجا لو سوندوش واش اسمه كلاسيفيكاسيون بار ابرونتيساج ديجا شنو نحكي ملول شنو معناها ابرونتيساج سي ان بو لو كنت نحكي فيه تو وبعديك باش ناخذ ان باش نبدا باول ميثود دو كلاسيفيكاسيون بار ابرونتيساج اللي هي لارو دو ديسيزيون من بعديك لو سون 3 باش نحكي على ريغريسيون ريغريسيون اللي حكيناها بكري كيفاش عندي اتريبي ناقص باش نطلعو دونك نشوفوها بشويه شي نشوفوا ريغريسيون لينيير سامبل لهنا كنتلاحظوا ابارتير من هنا باش يولي ثما دي فيديو سي تري امبورطون يسهلوا على الاخر الدنيا فيديو معناها اللي كيما خاطر عملناه مع الكوفيد دونك سا ايتي لوكازيون دو فير سي فيديو في ليكول نتاعي دونك تلقاو كل شابيتر معناها نحكي فيديو بالديتاي 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 دونك لهنا لا ريغريسيون لينيير سامبل وكومون اون لا فاليد معناها اون فوا كون افي لا ريغريسيون كومون اون لا فاليد بعديك عندنا ان اكزومبل بالاير كيما حكيت لكم في السيونس نتاع المره اللي فاتت السيونس نتاع التعارف سوا ديزون دونك ديما نعطي دي زيكزومبل سوا بالاير ولا بالبيتون دونك لهنا فما ان اكزومبل بالاير ولهنا جو ليكسبليك في الفيديو سيرتو لاسبي انتربريتاسيون مهمه على الاخر الانتربريتاسيون هو ديجا ثم اهم حاجه باش تتعلموها نهار اخر في معناها كيفاش باش تستعملهم اللي قريتو انت تو نهار اخر انت في عارفك ولا يجي يقول لك راه عندي مشكله كيما هكا كيفاش نحلوها انت باللي قريتو باش تعرف تختار الميثود اللي باش تستعملها تمشي تابليكي الميثود نتاعك على لي دوني نتاعك بعديك تي دوا انتربريتي لي ريزلتات باش تنجم تقنع الكليون ولا عارفه الانتربريتاسيون مهمه على الاخر انا ما تنجم تنتربريتي لي ريزلتات الا ما تكون فاهم الميثود كيفاش قاعده تخدم دونك هذاك لي برينسيپ لازم نتعلموا نفهموا الميثود كيفاش تخدم باش نعرف وقتاش نخدموا بها تدي معناها وقتاش نقول المشكله هذه تتحل بهذه دونك نختار الميثود بعد ما نابليكي الكود نتاعي موجودين لي كود بارتو في الاير في البيتون حاضرين لي بيبليوتيك تابليكي الكود لازم لي ريزلتات اللي خرجوا لازم تعرف تنتربريتيهم باش تنجم تفسر للكليون ولا لعارفك باش تقنعوا بالبرودوي هذاك دونك ريغريسيون لينيير سامبل بعديك عندنا ريغريسيون لينيير ملتيبل تو نشوفوا ديفيرونس من بعد من غير ما نحرقوا لي زيتاب بعديك عندنا ان ميثود اخرى تتسمى الاناليز ديسكريمينونت كيف كيف باش تلقاو ان اكزومبل بالبيتون بالاير لهنا بالزوز بالاير والبيتون وبعديك اخر شابيتر اللي ريزو نورون اللي هما معناها الباز نتاع الديب ليرنينغ انتم عندكم ديجا موديول كامل نتاع الديب ليرنينغ دونك هذا شو وصلوا الموديول باهي شو قبل ما معناها ما نعطيكم لا مان ديجا في الشابيتر هذا الاولاني نتاع الكلاسيفيكاسيون سوبرفيزي وارب دو ديسيزيون في الانتروديكسيون نحكي في اللي كنت نحكي به بكري شنو نحكي اش نحكي انا نقول راهو قبل كنا نخدموا بالسيستيم اكسبير دونك انت تكتب لي ريغل دو ديسيزيون معناها تكتب انت لي ريغل اللي بهم يديسيدي الالغوريت بعديك ظهرت النوسيون نتاع الماشين ليرنينغ نتاع لابرونتيساج اوتوماتيك دونك ولينا ناخذ دي زيكزومبل ولي زيكزومبل هذوكم كل اكزومبل نوري الكود نتاعي نوري الماشين نتاعي نوريها ليكزومبل والريزلت نتاعها يمشي هو وحده يتعلم باش يدي سي واضح حتى لهنا واضح ان شاء واضح مسيو اللي حاب البوان اللي يكمل بها لي ميثود نتاع الماشين ليرن ثم نوعين تو نكبر هكا باش تراها بالكدا ثم نوعين في لي ميثود نتاع الماشين ليرن ثم سكون ابي لي ميثود باراميتريك ولي ميثود نون باراميتريك لي ميثود باراميتريك ولي ميثود نون باراميتريك ولي سميهم لي ميثود دانتيليجونس ارتيفيسيال شو هما لي ميثود باراميتريك لور نون تري سينيفيكاتيف في الميثود باراميتريك الموديل نتاعي اللي يتعلم يدي سيدي في الاخر في الاخر يتعلم في دي بارامتر اكزومبل انا نرجع لابليكاسيون تاع بكري قلت انا عندي تصاور وكل تصويره نعرف اسكو هي الحيوان اللي فيها شا والا سوري والا شيان دونك قلت نعطي للماشين نتاعي تبدا تتعلم محدد في الاخر تتعلم بالكدا في الكام تاع لي ميثود باراميتريك الماشين اش تتعلم ريالمون تتعلم باش تطلع دي بارامتر اللي يخليوني ديستينغي والكلب من القطوس من الفار دونك الا برون دي بارامتر كيما شنو كيما لي زابروش بايزيان جاتكم عندكم ميثود كامل عندكم جكروش جكرو عندكم موديل كامل على لي ميثود بروبابيليستيك هكا ولا مانيش غلط ما نعرفوش مسير ما تعرفوش شنو لي موديل اللي عندكم بدوري عندكم موديل على لي ميثود بروبابيليست دونك اليوم سون دي ميثود باراميتريك معناها في الاخر الموديل يتعلم باش يطلع دي بارامتر من غير ما ندخل في الديتاي انا دي مانيير تري سامبليست اش كنت نحب نعرف انا كنت نحب نتعلم كيفاش ديستانج الكلب من القطوس من الفار دونك اش يعمل في لي ميثود مثلا بروبابيليست يقول انا الكلاس نتاع لونسومبل نتاع المان الكلاس نتاع الشيان نورمالمون يسوي لوا نتاع بروبابيليتي باش نطلع اللواز يسوي نطلع لي بارامتر نتاعو دونك في الاخر باش نحل المشكله نتاعي نطلع دي بارامتر دونك هذوما لي ميثود باراميتريك لي ميثود نون باراميتريك ما يطلعوش دي بارامتر كيما العبد
العبد كي تجي تقول له انت كيفاش طلعت وكلب ولا قطوز تيلمون فما برشا دي بارامتر il ne peut pas l'expliquer en des choses précises. Donc avec علاش يسميو لي ميثود d'intelligence artificielle. Ce sont les méthodes non paramétriques. Puis les méthodes de non paramétriques ثم نوعين. ثم ce qu'on appelle les méthodes symboliques. ثم ce qu'on appelle les méthodes non symboliques ou elle يسميو boîte noire, black box. شنو الفرق بيناتهم؟ في les méthodes symboliques, l'algorithme يتعلم يديسيدي وحده. كي تقول له ايه فسر لي اش تعلمت ينجم يفسرها لك. واضح ولا؟ في لي ميثود نون سيمبوليك الالغوريثم يتعلم كيفاش يديسيدي، اما كان تقول له اجا فسر لي يقول لك راني ما نجمش، علاش كيما كنت نحكي بكري؟ على خاطر تيلمون خذا برشا معلومات في الديسيزيون ما عادش ينجم يكسبيكا. ما عرفش كان فهمتوني ولا؟ سي تري كلير. اخزر انا كيفاش نفسرها في الكلاس؟ هما شكون هما اللي اقوى هما في الحكايه هذه؟ لي ميثود نون سيمبوليك كيما لي ريزو دو نورون، سي اون ميثود نون سيمبوليك. الريزو يتعلم يديسيدي اما كان تقول له كيفاش قاعد يديسيدي ما تنجمش تجاوب. بير بالنسبه للديب ليرن. دونك تي با با اكسبليكي لا بروسيدور دو ديسيزيون، اما يديسيديو بالكدا بالصحيح. المشكله انت والكليون. اذا كان انت لابليكاسيون تاعك باش تبيعها مثلا للطبيب. طبيب يقول نعمل لك ابليكاسيون كي تعطيها تصويره ميديكال يقول لك السيد هذا عنده لطف كونسير ولا. الطبيب ما نجم يشريها لابليكاسيون الا من الميثود تكون سيمبوليك. اش معنى سيمبوليك؟ معناها بعد ما يعمل يجرى الابرونتيساج تنجم تفسر له كيفاش قاعد يديسيدي الالغوريثم سينو ما يشريهاش. اذا كان الكليون ما يقلقوش حاجه كيما هكا بيان سور لي ميثود نون سيمبوليك لي سكون ابيل لي ميثود بلاك بوكس سون بوكو بلو بيرفورمون. دونك نحن في الموديول هذا باش نشوف نشوفوا دي زيكزومبل نتاع دي ميثود سيمبوليك كيما لي زارب دو ديسيزيون نشوفوا دي زيكزومبل نتاع دي ميثود نون سيمبوليك كيما لي ريزو دورون. مثلا لارب دو ديسيزيون الالغوريثم بعد ما يتعلم يخرج لك حاجه كيما هكا. لان هنا الالغوريثم مش عمل في الاكزومبل هذا تعلم ابارتير من باز قديمه، معناها عندي باز فيها دي باسيون وكل باسيون عندي التمبيراتور نتاعو وعندي لي تام تاع الجورج نتاعو. دونك انا من هذوك من الزوز نحب نتعلم اسكو الباسيون مريض ولا ماهوش مريض. دونك عندي دي زومبل خدوم باش نتعلم منهم. دونك في الاخر بعد ما الالغوريثم يتعلم نجم نصورها كيما هكا. دونك انا الطبيب كي نبيع له في الابليكاسيون نفسر له نقول له الالغوريثم تعلم بالكدا وأوني في راهو فهم ابارتير من ليكزومبل. اذا كان التمبيراتور اكبر من 37.5 دونك الي مالاد، اذا كان اقل اذا نشوفوا لي تام تاع جريجمو كان ايريتي دونك راهو مريض سينو راهو مش ايريتي. دونك اون بو سيمبوليزي لا بروسيدور دو ديسيزيون شوز كي تري امبورطون بور سارتان تيب دو كليون كيما لي ميديسان كيما البنكاجي. كيف بنكاجي يجي تقول له بالك ابليكاسيون كي بو بريدير السيد هذاك كيفاش باش يدخل فلوس فلوس في الحكايه. دونك لازم البروسيدور يفهمها كيفاش. دونك اون دو ايتيليزي ميثود سيمبوليك. داكور واضح مسيو؟ واضح. وي مسيو. بيان انا هكا جي تيرميني. سي فو افي دي كيستيون اليزي سينو دونك سينو المره الجايه نتقابلوا ان شاء الله. مسيو تفضل. سامحني جاي بتيت كيستيون مسيو قبيله. قلت انت في الماشين ليرنينغ راه نعطي الاوتبوت والانبوت وهو معناتها يعمل الالغوريثم وحده سي سا الماشين هي تعمل. اكزاكتومون اكزاكتومون. مي لا احنا كيس كون فا فير اكزاكتومون. علاش قلت لك ريالمون في البراتيك اهم حاجه انك تحضر لي دوني كوم الفو وتعرف تختار لا ميثود الشوا نتاع الميثود. لازمك تقول انا الميثود ما خاطر فما برشا لي ميثود. مثلا انا نرجع ليكزومبل نتاع لابل ديسيزيون تعرف تختار انا هي الميثود اللي باش تخدم بها. وبعد ما تختارها الميثود وتدور الكود ويعمل هو كل شيء وحده لازم تعرف تنتربريتي لي ريزولتا. سا سي لا شوز لا بليز امبورطون. داكور معناتها ما ميسيون ما بروبر ميسيون انا لو شوا دي دوني لو شوا دو لا ميثود اي لانتربريتاسيون. مش لو شوا دي دوني سا حتى تلقاهم لي دوني مي تحضيرهم لا بريباراسيون دي دوني تحضرهم تريكيلهم بالونسي كيما حكينا بكري بعدين تختار لا ميثود لا ميثود ولا لي ميثود وبعدين تنتربريتي لي ريزولتا. اكزاكتومون داكور ميرسي. وي صافي عسلامة مسيو. مسيو حبيت نسأل لي زوتي اللي باش نستعملوهم في الماتيير لي زوتي. شنو هو لي زوتي؟ معناها لي زوتي تكنيك معناها لي لوجيسيال
اي باغ اكزومبل داتا مايننغ انا باغ اكزومبل نستعمل هو راه الموديل هذا راه كور كور خاطر عندكم انتم اون باراليل لك لاتوليي نتاع سكيتي ليرن معنا بالبيتون هكا ولا بالضبط انا كل انا ابار شابيتر الاول كل شابيتر نعطي معاه اكزومبل بالبيتون والا بالاير ولا بالزوز اوكي سامحش ميرسي ميرسي بربي على الاكتيفيتي ميرسي فما اكتيفيتي هبطتها انت على اساس باش نخدموها كان فما امكانيه باش نعرفوا وقتي لازم نرجعها وكذا انت تلقى وقتاش اللي عندي كيرا نيس مع كل اكتيفيتي وقتاش الديدلاين نتاعها موجوده ميسيا على اساس ابارتي من البارح مع ال11 نتاع لي ايوه موجود حتى لوقتاش اه انا معاك انا نوريك مثلا اكزامبل ناخذ الاكتيفيتي هذه مثلا اللي عطيتها لنا توا ميسيا باش نخدموها ها شوف ترى سامحني ادخل لك الاسباس باش نرجعها احنا شوف وقتها محطوطه محطوطه لازم ندخل نخرج انا ناخذ بالمود تيديو لحظه ايه اغزروا لي يا جماعه انا المره الاخرى عشت في الريونيو اللي عملناها انا حكيت لكم على الفيزيون تاعي بور ليزاكتيفيتي ليزاكتيفيتي راهو بالنسبه لي انا سي ليرنينغ باي دوين نتعلموا باش نستعملوا باش نتعلموا اللي هو البرنسيب تاع المشي معناه اللي يحب مهمش ما يخدمهمش واضح باش نبداو واضحين اما اللي يخدم حتى في الرينيو الاولاني واضح اما اللي يخدمهم اما اللي يخدمهم ديما عنده بونيس فهمتني باهي بالضبط احنا نحبوا نخدموا باش نفهموا اكثر ما يمكن فهمتني اكزاكتومون اما خايفين ديما مثلا تتسكر وما عادش نجموا نحطوها وما نعرفوش اسكي اللي خدمناه صحيح ولا لا ديجا هذه غني فاتت الديلي نتاعها هي غلط ما تنصلح كان فما امكانيه خاصه هذه فقنا بها البارح وهي ال11 نتاع الليل وما فهمنيش في بينا انها كيفاش تحلها ال11 نتاع الليل نبداو نخدموا فيها اي انا بيت لي غلطه تنصلحها تنصلحها تنكي با سي بدا تاخر بخير وكهو ديما كان فما امكانيه خاطر احنا بريسك 90% كنا بروفيسيونيل نخدموا كذا وديدلاين كان فما امكانيه ديما تخليه لنا الحد باش في الويكان نخدموا ونرجعوا له كل شيء مثلا مع نهار الاحد مع ال11 نتاع الليل اكزامبل اخر ذات نجم نرجع فيهم لي اكتيفيتي واضح بان مش حاطط انا حاطط سنه خمسه بتها بناخذ سي بيزارا دات ليميت 3 مارس مازلت حتى 3 مارس مازلت مش فيزيبل لينا احنا نورمالمون ما نشوفوهاش ميسي احنا راني قلت لك باش نتعلي البارح ما خلطتش باش نكملها ونبعث لك ليه هي محلوله نورمالمون اما ما فماش دات ليميت حتى الاكتيفيتي 1.1 كيف كيف اي مش مشكله ديك فما معناها اي اكتيفيتي تحبوا نعمل اكستنسيون تاعها قولوا لي تماك هاو سوف كو بيان سور جو فافوريس توجور اللي يصبوا في الوقت ميسي هذه كان هكا خلي هنا على الاقل لو 3 مارس خليها لو 3 مارس باش نبعثوها ونخدموا على القاعده هاني لو 3 مارس هذه مكتوبه يظن تحكي على واحد اخر انت يا تهضر شو الكل 2.1 هذه نحكي عليها لو 3 مارس 2.1 احنا في الاسباس نتاعنا محطوط البارح ال11 نتاع اللي لا اله الا الله هكا تشوفوا فيها معي الاكتيفيتي دو 1 تراها خلينا نزيدوا نثبت هي راهي مشي محطوطة البارح يعني تنجم تعمل ديبو دو ترافاي ا بارتير من البارح لحداش نتاع الليل اكزاكتومون اكزاكتومون دونك غارد انا امريك لا مو امريك باردون مال هكا مسي سامحنا لا با سوسي با سوسي نورمال تمسوا يا جماعة بارك الله فيك مسيو يعطيك الصحة ومعرفة طيبة إن شاء الله مرحبا بك avec plaisir j'ai la merveille طيب الناس الكل دونك نيزيتي با عندكم الميل نتاعي عندكم tout ce qu'il faut la présentation le vidéo ما غير نبعثوا لكم اوتوماتيكمون تلقاوه هكا ولا